طيبي في التنفيذ. شطيبي يرفع كرة عالية داخل منطقة العمليات. راسية منتظر لاحظوا الإعادة. حمزة مرزوق البديل يعيد الأمور إلى ضربة البداية ويعيد الثلاث النقاط التي كانت في حوزة الجيش الملكي ليقتسم لحد الآن. الجهة اليمنى شطيبي، شطيبي كيتلعب كرة في الجهة اليمنى عند هاشمي، هاشمي كيرفع كرة دائرية لبعض الأدراس. الرجاء يعود على الطريق كوكو، الرجاء يعود عن طريق كوكو لتعديل النتيجة. هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف، إذن هدف لصالح الرجاء يعادل من خلاله الكفة ليصبح أو تصبح النتيجة هدف مقابل هدف بين الفريقين. كوكو كوكو بعيدا عن واجهة الرجاء يعيد الرجاء إلى النتيجة. شوفوا الإعادة عن طريق عرضية من الهاشمي كيرفع كرة دائرية وكوكو كان رحيل صليب في منطقة العمليات يسجل هدف التعادل. هدف مقابل الهدف، هدف مقابل هدف، إذا التعادل في هذه المواجهة. وبدات أما محمد فخر فيبحث عن شيء وحيد أوحد وهو هدف التعادل. إشادة الوصفة ضربة جزاء، ضربة جزاء للرجاء لنصور الخضر، النصور الخضر محسن متولي اختار الوقت المناسب. أود حمد صابر زوق شقته ويتحصل على ضربة جزاء يعود من بعيد. نعم وإما سيتم التنويب أداء مردود ضربة جزاء للرجاء، من سينفذها؟ محسن متولي سجل أمام أولمبيك أسفي ويبحث عن هدف التعادل في مرمى نادر المياقي ليعيد التوازن للرجاء وليعيد الأمور لنقطة البداية. يعود الساعة لنقطة الصفر ولنتحول جميعا لفصل آخر. محسن متولي نادر المياقي وجه لوجه الكرة وسط تدخل هدف جول. هدف التعادل يلهب البلاد، يلهب الأحاسيس، يشعل قلوب ضد الدائرة الدقائق. شاهدنا حاول تدريكة رابعة المقابلات وهذا شيء منتسب عن مبادئ محاولة أمان. هدف، هدف لفريق الرجاء البيضاوي يأتي في الوقت الخاتم، وقت الخاتم 30 ثانية قبل نهاية الجولة الثانية يتم تسجيل الهدف، هدف خاتم كان بالنسبة لفريق هدف الفوز خلال هذه المقابلة. نحن نقول من الصعب، من الصعب على فريق أولمبيك رجعنا ورجع في المقابلة وفرحة كبيرة ديال الجماهير الرجعية نشاهدوا مرة أخرى انفجار الهدف. نظن أنه المدافعين مجددا جيم دوم خطيرة جدا. هذا الختامي باقتسام نقاط العرس، العرس عرس المغرب الفاسي. نعم هذا كيف قلنا فريق رجاء البيضاوي كان من الصعب انه يسجل من هجمات منظمه او مرتدات هجوميه، فكان من الطبيعي انه غادي يسجل من ضربات ثابته وهذا اللي وقع، لانه بالايقاع باش كان لعب او بالطريقه باش كانوا لاعبين على قرارة الحكم. كنقول بأن حضور جماهيري كان جميل، لم تسجل أحداث شغب، وبالتالي كنقول بأن المباراة اعتبرت تسديدة. الرجاء البيضاوي يباغت
والرجاء تعود يباغت الرجاء البيضاوي سبت رهيب بملعب المسيرة. الدين عبد المجيد يسدد تسديدة لا تسد ولا رد ترتضيف بالعارضة، وهدف اللاعب الكشني في وقت نقول بأنه غير قاتل، في وقت قاتل. هذه هي الخبرة، وهذه هي قيمة الانتدابات، وهذه هي قيمة اللاعبين. يمكن أن أقول بأنه الرجاء البيضاوي لم يضع له ولو سنتيما واحدا عندما قام. وأعتقد أن الرسائل كانت واضحة في الشان التشجيع في أصوات رايا. من امام اي لاعب يحمل الكره جوج ثلاثه ديال اللاعبين من طرف فريق لاس. فريق لاس تيك سير الايقاع طريقه جيده وفرصه هنا لطالب فريق الرجاء. يفعله البعض في ست الدقائق التي لعبها، وضربة جزاء ستبقى خاصة وخاصة جدا. عودة الأمل بأقدام محسن متولي، عودة الفرحة وعودة فرص التاول محسن متولي في هذا الأثناء. حاول تداول القرار العزيز المشاهد اكيد من بعض المعطيات ونشوف. هذه خطيره 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 خطيره. جول المشاهد اكيد تلعبات بهذه الطريقه. كره ثابته من عصام الراقي والحاج، حاول استغل الكرة لكن من الخلف جاء سهير الواصلي ومنح الهدف الأول لفريق الرجاء، ومنح الاحتفالية بالرغم القتالية اللي كانت من مجيد مختار. لكن هذه المرة الرجاء الذي يبحث عن ردين مباراة الذهاب التي انتهت بهدفين للصفر والفتح الرباطي، يبحث عن التأكيد على أنه الأفضل والأكثر جدارة للفوز بلقب البطولة. هذه كرة مرفوعة تابع براس مزرعة وكنترة رشيدة سليماني، الكرة سددة في وقت صعب 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 جدا، وقت قاتل، وقت حساس، وقت صعب جدا على أي نادي، أي بطولة، أي قارة من قارات العالم الخامسة. رجاء البيضاوي المتقدم بهدف لصفر، هدف لصفر، ابتدر الوقت المتقدم. ولو ان كان سقوط ديال جوج ديال اللاعبين، كانت هناك المطالبه بضربه جزاء التمريره ديال حسن الطير وياسين الصالحي. جاء ياسين الصالحي، هدف، هدف ثاني للرجاء، الهدف الثاني للرجاء والموقع ياسين الصالحي. و
وبالريسي طريقة جميلة لاحظوا يعني لم يسدد ولكن وضع لوب على الحارس محمد حميد الوقاني هدف جميل للفريق الرجاء 0 في أقل من دقيقة وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة تقريبا الرجاء قام بكل شيء ولكن نرجع كرة من جديد لامين الرباط Olha o contra-ataque. Tem até a chance de terceiro gol. Chegou de frente pro gol, tocou por cobertura na trave, da bola batida, gol! Do Raja Casablanca para definir a passagem. الآن غادي يتمكن من تنفيذ رمية التماس لبعيدة فريق الرجاء البيضاوي تمريرة مرة أخرى لصالحي وهدف الهدف لبعيدة فريق الرجاء البيضاوي هدف لبعيدة فريق الرجاء ياسين الصالحي يقضي على أمال فريق النادي القنيطري رغم تبقي 4 أيام تقريبا على نهاية المباراة ياسين الصالحي يذبح بانون بدر بانون آخر فرص آخر محاولات محسن ياجور وضربة خطأ خطأ لفائدة فريق الرجاء وقد تكون المحاولة الأخيرة للفريق الأخضر لأنه محسن ياجور يعني تنفيذ الخطأ وبعدها غتكون الصافرة النهائية محسن ياجور تقريبا 5 اللاعبين اللي كيشكلوا الحائط محسن ياجور كيستعد التنفيذ كيسد الزيدة عرضية راجو هدف للرجاء هدف للرجاء في الأنفاس الأخيرة من المباراة سفيان رحيمي هو اللي لمس الكرة إذا سفيان رحيمي لاحظوا الفرحة الكبيرة ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء لأنه الكل كان كينتظر هذا الهدف بعد تضييع سيد من الأهداف قلت إيت عريف ورشيدة سليماني كرة مباراة ممتازة جدا والهدف الهدف الأول في المباراة تتحرر الرقاب بهدف أول بهدف يضع حتى لمعاناة الخضر في خط الهجوم المنقذ مرة أخرى المدافع الأوسط محمد الحماني وكما قلت تتحرر رقاب اللاعبين الأول هي أنه هنا غتكون لابريشو فيزيك عند الرجاء أكثر ماشي بالاستعداد البدني ولكن بدك هذه محاولة خطيرة والهدف إذا الهدف الأول لفريق الرجاء البيضاوي الهدف كان سبت لو شاف وقت ثاني كان لم يكن موفقا في لقاء المغرب المغرب فاتي وربما تغيير اللي قام به الدخول السعودي أنه كان عنده أثر كبير خلال هذه المقابلة لأنه قام بدور نشاهدوا كيف أنه اللاعب الوادي الطريقة اللي راه بها وبين اللاعبين أنه اخدع لحاله محاولة الآن بوشعيب ذات الركنية ضربة رأسية الهدف قاتل للرجاء للاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي لسماته كثير خلال هذه المباراة إنما وقع نوع من التراجع على مستوى وسط الميدان تراخي على مستوى وسط الميدان كرة عالية اللي بلال الترقير بلال الترقير مقوسة كسير قلت بأنه شارة العمادة منحت في تاريخ الرجاء لثلاث أجانب خالد الذاكرة قلت بأنها منحت للشريف الوزاني ولحارس ادريد ولونسيني كوني ينقذ الرجاء
الرجاء وينقذ كذلك محمد فاخر في اخر اللحظات من شاكير ورع الكره. شاكير في الكره ممتازه عبد الرحيم شاكير يتمكن من وضع الكره في الشباك والان نتابع عبد الرحيم شاكير لعب الكره بدقة متناهية وبالتالي حتى ردة فعل ديال عصام حلبي في هذه المحاولة ما كانتش بالشكل الجيد وبالتالي سرعة الرياضة في بث مباشر سواء على المستوى الوطني او على المستوى الدولي. تنسوا الاربعاء في الثلاثاء الاربعاء القادمين نصف نهائي الشامبيونز ليج اياب وصلت على قناه الجزائر فرصه لبعيد فريق الرجاء البيضاوي تمريره عرضيه بدر المغري وهدف هدف لبعيد فريق الرجاء البيضاوي في اللحظات الاخيره من عمر. شاهد هنا المحاوله من جديد شاهد هنا الانطلاقه ثم تمريره عرضيه كانت هناك تسديده اولى تدخل رائع للحارس المغري سيتمسكون بكل الامال كره عرضيه راسيه